هذا وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة المتحدة خلافا بشأن تسمم العميل السابق في الاستخبارات الروسية في لندن. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي أن بكين تأمل في أن يتمكن الجانبان الروسي والبريطاني من حل المشكلة بشكل صحيح من خلال الحوار والمحادثات. 我们注意到了英国方面的表态，我们也注意到了俄罗斯方面的表态。 لاحظنا ردودا لكل من المملكة المتحدة وروسيا. نأمل أن تكون تلك المخاوف مستندة على الحقائق وملتزمة بصرامة بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ذي الصلة. كما نأمل من الطرفين حل المشاكل بشكل صحيح من خلال المحادثات وعلى أساس الاحترام المتبادل والتشاور العادل. روسيا والمملكة المتحدة دولتان رئيسيتان تتمتعان برفوض عالمي قوي، كما أنهما عضوان دائما في مجلس الأمن. لذا فإن حل المشكلة الحالية من خلال التشاور يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن من أجل الحفاظ على علاقة تواصلية وتعاونية.